ما زال السوق يشتعل بالأسعار، ولا زال التبضع لا يشبه السابق. هكذا كتب على المواطنين أزمة غلاء مزمنة وصعوبة في توفير لقمة عيش كريمة. فمن يصل إلى السوق يتحدث عن مواد غذائية تستهلك أموالاً كثيرة. والله الغلاء موجود، يعني الزيت، التمن، العدس، يعني كلها غالية المواد. أبسط شيء أكلة الفقير هي البوتيتا والطماطة، يعني كيلو بوتيتا بألف وربع، بألف ونص، الطماطة نفس الحالة، يعني كلها غالي السوق. فنقول هاي السلة الغذائية شوية بكي شوية تتحسن شوية أكثر، مثلا زيادة الزيت، التمن، المعجون. الأسعار همنا غالية والله، يعني شقد ما يطينا مصرف ابني ما يكفي. والله كلش غالي، الطماطة بألف ونص، البوتيتا بألف، يعني الخيار بألف، المواد الغذائية كلها غالي. اي والله تمن المحمود بستين وثمانية وخمسين. اي والله الكريم. حلول تدعم الغذاء، هذا مطلب الشارع، فهو بحاجة لتحسين للمعيشة لتكون المنقذ من الغلاء المستشري. فما يوجد في السوق مستورد أغلبه. مو بس الغذائية، المواد العامة كلها صاعدة الأسعار مالتها. يعني الغذائيه نقول الدوله توزع حصه، بس هي يعني مو بس حمص وتمن وشكر المواد الغذائيه، يعني انت هسه يوميا تاكل يعني نفس المواد، يعني المخضر عندك صاعد، المواد الغذائيه يعني 70% صعود مالتها، مو لا 10 ولا 20 ولا 30. يعني كبط الزيت صار كان ب 1000 وربع هسه ب 2750 سعر الجمله، بيش يوصل المواطن؟ زين، هاي واحده من العقبات اللي واجهت المواطن الفقير. دعم الصناعة والمنتج المحلي وتطوير القطاع الخاص هو ما يفتح الأفق نحو حلول ناجعة تجعل من الغذاء أمر لا يثقل كاهل المواطن، كما يحصل الآن من أزمة في البلاد. عمار غسان، قناة الرشيد.